أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. ليلة جميلة هنا والطقس رائع في ملعب المباراة. سعيد جدا بصحبتكم في هذه المباراة. أنا فارس عوض وسأكون معكم من كابينة التعليق، واليوم نتواجد لتغطية مباراة مثيرة في نهائيات الأبطال. لدينا اليوم فريق سيتي ضد فريق يونيون. الكل يتطلع لهذه المباراة، نأمل بأن نشاهد لقاء مثير وأهداف عديدة نريدها. مباراة جميلة فيها كل المتعة، ولا نريد أي شيء سلبي اليوم. والآن نستعرض لحضراتكم تشكيلة سيتي الأساسية في مباراة اليوم. في المرمى يتواجد كورتوا، فيرجيل فان دايك سيلعب إلى جانب روبن دياز في الخط الخلفي، برناردو سيلفا سيبدأ مع برونو فرنانديز في قلب الوسط، وراؤول غونزاليس يقود الخط الأمامي. هذه كرة هدف، جاء التدخل في توقيت مثالي لإنقاذ المرمى. الله على التدخل. راؤول غونزاليس يتمكن الحارس من إيقاف التسديدة. كرة عرضية في المنطقة، مستحيل. القائم يتدخل ويحرم الكرة من معارقة الشباك. كانت رأسية رائعة ومتقنة، كان سيكون هدفا رائعا هنا. تشكيلة يونيون الأساسية لمباراة اليوم. في حراسة المرمى يتواجد الأيقونة بيتر شمايكل، باولو مالديني سيلعب بجوار رافائيل فاران في الدفاع، محمد صلاح سيبدأ مع تيري وري على طرفي الملعب، وفي الأمام يتواجد تيمو فيرنر. كان بالإمكان التعامل مع الكرة بشكل أفضل بدلا من الخروج للركنية. تصدي خرافي للكرة الراسية، ردت فعل خيالية كانت في غاية الخطورة. الله على الإبعاد. محاولة استعراضية يدفع ثمنها الفريق وتروح بعيدا جدا عن المرمى. هذه هي المشاركة رقم 50 مع الفريق، رقم مميز، والاحتفاء اليوم سيكون دفعا للوصول لمحطات أكبر. مع كل مباراة وكل ظهور رسمي، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. ينجح في التسجيل. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء. أبعد شمايكل بقبضة يده. كان من الإمكان التعامل مع الكرة بشكل أفضل بدلا من الخروج للركنية. ضربة ركنية يبعدها حارس المرمى. محمد صلاح، الكرة في التماس في هذه اللحظات. الآن جورج بيست، وصلت إلى باشا. عمل ممتاز. مستحيل، حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة. يتصدى الحارس واللعب يتواصل. لم تعد هناك خطورة بالتأكيد، والآن قد تصبح فرصة. أوهو، على هذا الهدف اشتعلت الأجواء مع هدف الافتتاح. نشوف الهدف مرة أخرى، شاهدوا كيف يتحرك الفريق، كيف يضغط ككتلة واحدة، ضغط كبير يولد الأخطاء ويستعيد الكرة وينجح في استغلالها بعد ذلك ويأتي بالهدف. التماس
تمركز سليم ينجح من خلال زيكو في قطع الكرة. كان من الإمكان التعامل مع الكرة بشكل أفضل بدلا من الخروج للركنية. أصحاب الأرض هنا مشاهدينا يحاولون إهدار الوقت المتبقي في الدقائق الأخيرة من المباراة، هذا الأمر يزعج جماهير الفريق الضيف، ولتأمل عودة فريقه في الدقائق الأخيرة، أكيد ما يحدث في الملعب هنا يجعل ذلك غير ممكنا، وهو ما يجعلها تظهر هذا الغضب الكبير. رمية تماس، رائع في قراءة الفريق الخصم. الاستحواذ اليوم بنسبة أقل كان لفريق السيتي. كل متابعي كرة القدم يدركون جيدا بأن الاستحواذ لا يعني بالضرورة التفوق. من المهم بأن يكون لدى الفريق تنوع كبير في أسلوب لعبه داخل أرضية الملعب، وهذا ما نشاهد اليوم، خطورة أكبر وتفوق في النتيجة رغم الاستحواذ الأقل على الكرة، وهذه هي الفاعلية. كافو في المكان المناسب يقطع الطريق. رمية تماس، الآن مع رمية التماس. الكرة رمية التماس. الفريق الآخر يبعد الكرة. الكرة إلى خارج الملعب. رمية تماس. الشوط الأول شارف على النهاية هنا مع تأخر الضيوف في نتيجة هذا اللقاء. واضح بأن الفريق بحاجة إلى تحسين الأداء الهجومي في الشوط الثاني. إذا استمر الوضع على هذا الحال سيكون من الصعب جدا التسجيل. ضروري بأن يكون هناك حلول وأن تكون هناك رؤية واضحة لأسلوب هجومي فعال أمام هذا الخصم في الشوط الثاني. فقدان واضح في التركيز هنا، والكرة تخرج وتتحول إلى ضربة مرمى. ضغط ممتاز، استعادة للكرة ضمن الثلث الهجومي.
لم يتماس في هذه اللحظات. رمي التماس، كرة لا تمر في وجود أبو صلاح. ثلاث دقائق يضيف حكم المباراة إلى عمر هذا اللقاء. خارج الملعب، رمية تماس. الشوط الأول ينتهي ونتجه الآن لاستراحة ما بين الشوطين. عودة بانطلاقة أحداث شوط اللقاء الثاني، وهنا يتقدم فريق سيتي في النتيجة ولديه الأفضلية. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. تذهب إلى رمي التماس. تدخل ممتاز لاستعادة الكرة. شوط أول مميز يجعل الجماهير راضية عن هذا المستوى الفردي الجيد.
تسجيل هدف التقدم في النتيجة يجعل الجماهير تغض الطرف عن الفرص الأخرى التي ضاعت، وبالتأكيد يجب أن يكون هناك استغلال أفضل لها في الشوط الثاني. كان بالإمكان التعامل مع الكرة بشكل أفضل بدلاً من الخروج للركنية. كرة ما كانت صعبة، الحارس ينجح في التصدي. فرنانديز في 18، الله على الروعة، هدف آخر يوسع الفارق لهدفين، تقدم مستحب في النتيجة. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. نصف ساعة تحصلون على فاصلة نهاية المباراة، فرصة والمساحة موجودة. شف المرمى، لكن الكرة بتروح بعيدة جدا وعالية أكثر من اللازم، الدقة كانت مطلوبة في مثل هذه التسديدات. تمركز جيد يساعد في قطع الكرة. الكرة تتجاوز الخط في المباراة. مستندة تصل الآن، لكن تنتهي خطورة الهجمة. خلاص عدى فيها بشكل ممتاز، تحكم سليم في الكرة، والضغط العالي يستمر، واستخلاص لهذه الكرة الآن. يا رب، فعلها الأسطورة، وضع الكرة في الشباك، هكذا يفعلها راؤول، وهكذا يسجل غونزاليس. والآن تعود المباراة لنشاهد فيها سيطرة مطلقة من جانب فريق السيتي. تدخل رائع، تسويب الصلاح، يا الله على كرة في المرمى، ما هذا الأهداف، فارق الأهداف بالأربعة الآن. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. استعادة الكرة بشكل ممتاز بعد ضغط متقدم. رمية تماس. برونو فرنانديز. ضاعت الكرة هنا. بيعدي وبيمر بالكرة. تمكن من إبعاد هذه الكرة بسهولة. لحظات وتنفذ رمية التماس. الكرة مع جورج بيست. تصويب على المرمى. بعد تصدي حارس المرمى، خطورة مستمرة في هذه اللحظات. مستحيل، مع كل هدف يسجل تشعر بأن هناك حاجة لتسجيل المزيد. متى سيتوقفون؟ يتقدم للأمام. قريبة جدا من المرمى، مع بعض التوفيق كان ممكن تكون في الشباك. يحصل على المساندة في هذه اللحظات. كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى.
جيد، لكن بكل أريحية هنا ينجح حارس المرمى في التصدي لهذه التسديدة. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. وهنا استعادة للكرة. يا سلام، الله على الكرة. أوهو، كرة خطيرة. ضاعت الكرة من بيرناردو. تسير باتجاه المرمى، فرصة هدف محقق. اوهو، سجل الهاتريك. اكمل الثلاثية. المباراة الخيالية، المثالية، الاستثنائية، مباراة غير عادية. يخطف الاضواء، كل الاضواء والانظار. يا سلام على نجم الهاتريك اليوم. النتيجة عريضة أعزائي المشاهدين، شاهدنا فريق مسجل وفريق آخر هذه هي صافرة نهاية المباراة، وفشل الفريق الضيف في تحقيق أي نتيجة إيجابية. الآن سيكون على المدرب عمل الكثير لتغيير الوضع وتفادي تكرار هذا الانهيار الذي حصل للفريق اليوم. أعزائي المشاهدين، تحية طيبة إنما كنتم. ليلة جميلة هنا في ملعب المباراة، وأجواء جميلة وطقس مثالي. أحدثكم فارس عوض معلقا على هذه المباراة. نحن على موعد مع مباراة كبيرة ومرتقبة في نهائيات الأبطال، فريق دراجونز ضد فريق يونيون. بحاجة إلى رد الاعتبار بقوة بقوة في هذه المباراة بعد الخسارة الأخيرة. يجب تحقيق الانتصار بعد هذه المواجهة وإثبات بأن ما حدث كان مجرد كبوة. وهذه هي تشكيلة فريق دراجونز لمباراة اليوم. بيتر تشيك، كرة خطيرة. جورج بيست. أوهو، على هذا التصدي. أي حارس مرمى، أي إبداع، أي تفوق، أي ردة فعل، أي كرة من مسافة. الكرة في المرمى. الهدف لم يتأخر كثيرا هنا. هدف مبكر لافتتاح النتيجة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن.
الكرة في موقف صعب. الخطورة تتوافر، الله على استخلاص الكرة. الآن التفكير في الخيارات المتاحة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الان يبدا اللقاء في الارتفاع، ضربات القلب تزداد، الكل يشد الحزام ويحبس انفاسه ويتمنى امسيه مميزه في هذه المباراه. خطيره امام مالين، تملق في ابعاد الكره. الكره ستلعب ضربه ركنيه. مره اخرى ضربه ركنيه. يفقد الكرة. ركنية مرة أخرى. تنفذ الضربة ركنية باتجاه منطقة الجزاء. تصدي خرافي للكرات الرأسية. ردة فعل خيالية. كانت في غاية الخطورة. الله على الإبعاد. ولن تخرج إلى ضربة ركنية. شمايكل، الله على هذا القفاز. ركنية تلف في منتصف 18. حارس المرمى يتصدى للضربة الركنية ويبعد هذه الكرة. مشاهد ستبقى في الذاكرة كثيرا، لا تصل كل يوم إلى سنة. والكرة في المرمى. لم يتأخر الهدف في الافتتاح كثيرا. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. بعد اكتساب الخطأ أتوقع بأن تكون هناك بطاقة. الملعب من الجانبية. اللاعب بجانب الكرة لكن من مسافة بعيدة. حارس المرمى يبعدها عن مرمى. ضربة ركنية تعني استمرار الخطورة. ركنية باتجاه المنطقة. التعامل مع الكرة بشكل أفضل بدلا من الخروج للركنية. راحت بعيدة الرأسية، مرت بدون خطورة على المرمى، ما أرسلها بشكل مناسب، افتقدت للدقة والتوجيه. تحرك جيد في الثلث الهجومي. خطرة في المرمى. هدف آخر يوسع الفارق بهدفين. تقدم مستحب في النتيجة.
الأهداف للأهداف الثلاثة. نشوف الإعادة ونشوف العمل الكبير من الفريق في هذا الهدف. ضغط منظم ومتواصل واستغلال الفرصة بعد استعادة الكرة والتسجيل مباشرة في هدف يجب أن يدرس. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. الألم واضح عليه. هذه هي فرصة رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. استعادة للكرة في الثلث الأمامي. أوه، حارس المرمى في منتهى الروعة. ركنية إلى داخل المنطقة. عرضية لمنطقة العمليات. تكتب نهاية للخطورة في هذه اللقطة. والآن تخرج إلى ضربة ركنية. تصويب على المرمى. ضغط جيد ممكن أن تصبح خطيرة على المرمى. مستحيل اللعبة. كم أصبحت الغلة الآن. ما هذا الهجوم؟ ما كل هذه الأهداف؟ خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. محاولة فيها خطورة الآن. قبل رمي التماس. الكرة تفلت من اللاعب إلى خارج الملعب. الآن إلى رمي التماس. شوف الآن تظهر فعالية الضغط العالي. مشاهدة نتيجة كبيرة لهذه المباراة. إذا استمر الفريق بهذا الشكل يجب أن يكون هناك تدخل ما بين الشوطين لإصلاح ما يمكن إصلاحه. الكرة في التماس في هذه اللحظات. بدون أي ضغوطات يخرج بالكرة إلى خارج الملعب. الله على الضغط العالي، فرصة لتهديد المرمى. كرة
الكرة بتتحول إلى رمية تماس. اعتراض ناجح في هذه اللقطة. السيطرة يفقدونها هنا. يفقد السيطرة على الكرة لتخرج إلى خارج الملعب. كوقت إضافي هي كل ما يتبقى. كم بالإمكان التعامل مع الكرة بشكل أفضل بدلا من الخروج للركنية. هذه هي الصافرة نهاية الشوط الأول من المباراة. نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. رمي التماس. الكرة بتتخلص بعد تحرك ممتاز من اللاعب. تماس. الكرة
للركنية. انظر إلى الضغط المميز، كرة قد تشكل خطورة، كرة بتروح إلى ضربة ركنية. غريبة اللقطة، خرج بالكرة بدون أي ضغوطات. وهنا استعادة للكرة. يتقدم باتجاه المرمى. اللاعب يتوقف لتنفيذ رمية التماس. الكرة الوسطى 18، رأسية بتروح بعيدة جدا عن المرمى. كان التعامل مع
الكرة بشكل أفضل بدلا من الخروج للركنية. يفقد الكرة، الكرة إلى ضربة ركنية أخرى. تسديد على الطاير من أجل تهديد المرمى، هذه عملية تحتاج إلى خبرة، إلى مهارات عالية للتنفيذ. الآن 10 دقائق فقط تصل على نهاية اللقاء. تلفظ المباراة الآن أنفاسها الأخيرة، وفي رأيي ينطلق بالكرة الخطيرة، خروج غير موفق من حارس المرمى، والكرة في الأخير في المرمى بكل سهولة. تدخل ناجح على الكرة، الثلاث دقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. تدخل قاسي في هذه الكرة، هنا قد نشاهد كرت من حكم المباراة. عرضية إلى تيمو فيرنر. الآن أمامنا 4 دقائق كوقت بديل. التمركز مساعدة في قطع هذه الكرة. تيمو فيرنر، كرة كانت خطيرة، أبعدها في الوقت المناسب. تأتي الآن صفر في هذه المباراة، النتيجة هي خسارة أصحاب. خسارة كبيرة ستحطم معنويات الفريق أمام الفريق عمل شاق بعد هذه المباراة المخيبة للآمال. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجواء جميلة جدا هنا ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. وأسعد بصحبتكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. مباراة مرتقبة وكبيرة في ختام فعاليات اليوم الأخير من نهائيات الأبطال، مباراة نتمنى بأن تكون مثيرة وعلى قدر الأمال والتوقعات. لا أحد يستطيع يا رب.